كشفت صحيفة ميركور الألمانية في تقرير لها اليوم عن قيام الرئيس التركي أردوغان بتسليم أسلحة تركية إلى ميليشيات بوكو حرام في نيجيريا في إطار خطة أردوغان لتوسيع نفوذه في القارة الإفريقية. وأضافت الصحيفة أن تركيا تتلقى دعما سخيا من حلفيتها أو من قطر بشكل مباشر لتوسيع السياسة التركية الخارجية والمساعدة في العدوان التركي في المنطقة. وجاء في تقرير الصحيفة أن تركيا تريد أن تصبح قوة عالمية بمساعدة العمليات العسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا. دعونا نتحدث في تداعيات هذا الموقف مع المحلل السياسي السيد فايق ديرو، وهو يحدثنا عبر سكايب من برلين. سيد فايق، تحياتي لحضرتك في البداية. تحية لك ولقناتكم ولمشاهديكم الكرام. إذا أردنا أن نتحدث في دعم تركيا أو بالأخص ما بين قوسين أردوغان بشكل شخصي ومباشر لبوكو حرام في نيجيريا، يعني هذا الأمر تحديدا بدعم من قطر أيضا، هل سيكون له أو إلى أي مدى سيكون له تأثير على الموقف العالمي والتعامل مع تركيا فيما بعد؟ نعم، بداية أستطيع أن أقول عندما نتكلم عن دولة تركيا، الآن بات واضحا لا نستطيع أن نسمي الدولة تركيا، بل نستطيع أن نسمي هي دولة أردوغانية إرهابية. عندما نتكلم عن الدولة، الدولة هي مرتبطة بالقوانين والشرعية الدولية والقوانين المتعارفة عليها بين الدول والشعوب، ولكن هذا الرجل نسف كل القوانين الشرعية والدولية وحتى السماوية وكل، ولذلك بات خارج القانون خالص نهائيا. عندما هو من الأصح أن نسميه هذا الرجل أردوغان الإرهابي، والذي يستهدف بتوسيع نفوذه أو أن يصبح قوة عالمية، ويستهدف هي الشرق الأوسط، ومن ثم يستهدف قارة أفريقيا، ومن ثم الآن أيضا قارة أوروبا. هذا استهداف، وكل هذا التوسيع ويريد أن يصبح قوة عالمية لإعادة سيطرته وهيمنته العثمانية المتولية البائتة التي لا قيمة لها بات في نظر المجتمع الدولي أو في مجتمع الدول الإقليمية حتى، وحتى الإسلاميين أيضا، الإسلاميين الذين مرتبطين مع الإسلام الصح. وطبعا أردوغان وهو يتحرك منذ بدايته وهو يتحرك عبر الميليشيات ويتحرك عبر الحركات المتطرفة، وخاصة منها الذين يتحركون باسم الدين وتحت مظلة الدين، وعلى سبيل المثال ومنها بوكو حرام. وأيضا أردوغان استطاع أيضا وهو يتحرك بوجه آخر، لو تتبعنا حسب التقارير هو الآن أصبح الإنسان يبقى متحيرا إلى متى، وخاصة منها ألمانيا تعتبر أقوى دولة في حلف الناتو وأقل دولة في الاتحاد الأوروبي. لماذا دائما يستند إلى التقارير الآن؟ كما أشار صحيفة ألمانية إنها تثبت كل تقارير، كما أثبتت قبلها تقارير أخرى. أيضا ألمانيا كل يوم تصدر وتتأكد بتقرير أن أصبح كل المؤسسات الأردوغان داخل أوروبا وخارجيا وداخليا تتحرك كلها عبر واستكمالا لهذا النقطة تحديدا والموقف الألماني، أيضا تتذكر بالتحرش التركي أو التحرش الأردوغاني، يعني إذا صح القول والتعبير، لقبرص واليونان، وكان هناك تحذير مباشر من ألمانيا بفرض عقوبات على تركيا. إذا بالفعل يعني ألمانيا من أقوى دول الاتحاد الأوروبي وتعلم جيدا كل هذه الانتهاكات التي يمارسها نظام أردوغان في أفريقيا أو أيضا في بعض الدول الأوروبية الأخرى، إذا ما هي العقوبات التي من المفترض أن تكون حاضرة الآن من الجانب الأوروبي لأردوغان في هذه الفترة الحرجة؟
أنا هذا ما أستطيع، كنت أريد أن أقوله، إن ألمانيا عندما سمعنا التقرير القوي لما صدرت من الرئيس الحكومة الألمانية ميركل، عندما قالت إن فليعلم أردوغان عندما يتحرش، يعني هو يستفز في اليونان وفي القبرص وفي البحر المتوسط، فليعلم أردوغان أن كل الدول الأوروبية الاتحاد الأوروبي سيواجهونه. ولكن هنا لو نستطيع أن نقول طيب لماذا لم يتخذ قرار الآن، عندما الآن نسمع أن أردوغان يصدر أسلحة تركية إلى بوكو حرام في نيجيريا أفريقيا. طيب هنا السؤال، هنا من أين لأردوغان هذه الأسلحة؟ أليس هناك نسبة قوية جدا هي كلها أسلحة ألمانية؟ فإن كانت ألمانيا جادة بهذا القرار لوقف عدوان الأردوغان الإرهابي، فليقف تصدير هذه الأسلحة أو يقوم بعدم فعاليتها. نحن رأينا في شمال سوريا عندما كانت المدرعات الألمانية وهي تحارب في شمال سوريا وخاصة في عفرين، كلها التقارير أثبت كلها مدرعات كلها ألمانية، وهم يستطيعون هنا بكبس على الزر وعبر آلات إلكترونية أن يوقفون هذه الأسلحة. فلذلك أنا باعتقادي سبب تمدد أردوغان الإرهابي سياساته، سواء كان في الشمال السوري، سواء كان في ليبيا أو في البحر المتوسط، أو سواء الآن في القارة الإفريقية ومنها نيجيريا أو صومال أو عبر بوكو حرام، وهناك أيضا منظمات أخرى، أيضا هناك وجه آخر طيب، باتت وماذا تقارير عن الدعم تثبت أن كل القطري لتركيا في هذا الأمر؟ هي نقطة ثانية، هي إلى دولة قطر. أستطيع أن أقول أنا برأيي الآن بات قطر، دولة قطر هي ليس دولة عربية ولا دولة لا علاقة لها في الحلف الدول الخليجية. فهنا على الدول العربية فأن يقفوا مواقف قوية، يعني هو يتطلب موقفين، قد يكون دعمه منذ بداية الإشكال في سوريا وفي كل المناطق وفي ليبيا، هي كلها في الدرجة الأولى كانت بدعم قوي حليف من قطر. هنا قد يكون مواقف الدولية عندهم معروفة، أو قد يكون بضوء أخضر من بعض منهم. أنا باعتقادي قد لا يستطيع دول غربية أوروبية، هم حلفاء لتركيا أو هم راضون عن سياسات أردوغان لمصالحهم، ولكن لا يستطيعون بشكل مباشر، قد هم يلفون من وراء قطر، هذا قد يكون. ولكن الآن موقف آخر يقع على الدول العربية والدول الخليجية، أن يتخذوا قرارا حاسما أو أن يتحركوا كما تتحرك مصر والسعودية والإمارات، أن يقفوا بجدية. بات خطر قطر أخطر من أردوغان. زاوية لماذا؟ أخرى موازية، يعني لولا سيد قطر فايق، لما استطاع. هذا الموقف الحاسم الذي تتحدث عليه، يعني سؤالي الآن يبدو أنه سؤال تقليدي هش، ولكن ربما يعني يبحث عن إجابة منذ سنوات، خاصة مع بداية هذه الانتهاكات الأردوغانية في العالم. أين المجتمع الدولي يعني من كل هذه الانتهاكات، سواء كانت الإنسانية في المقام الأول قبل أن تكون عسكرية أو سياسية أو دبلوماسية، حتى في الشمال السوري، في نيجيريا ودعم بوكو حرام، في دعم الميليشيات الإرهابية في ليبيا، وأيضا كذلك بعض الأيادي المندسة في الكواليس، أين المجتمع الدولي تجاه ما يقوم به أردوغان في العالم؟ أنا باعتقادي الآن كل هذه الأعمال بالنسبة للمواقف الدولية، وخاصة أعتقد أن يعني بات أصبح ليس هناك معيار نظرة إنسانية للمجتمعات من قبل المؤسسات الدولية. باتت واضحا كل هذه الانتهاكات الذي حدثت في سوريا واللي حدثت في شمال سوريا ومن أكثر من كل المناطق، انتهاكات كثيرة. أنا أعتقد
يعني كانت نستطيع القول حسب ما رأينا على أرض الواقع وتحركات المؤسسات الدولية، فهن أنا أفهم أن ليس هناك لهم معيار إنساني، بل هم أصبح أيضا هذه المؤسسات معيارهم مصالح. فهنا عندما تصبح المعايير مصالح، وإلى لماذا لم يتحدوا مواقفهم؟ نحن ثم نرى أن في الحلف الناتو مواقف أعضاء الحلف متشتتة، غير متفقة وغير متحدة، ونرى الاتحاد الأوروبي أيضا إنهم ليس هم متفقون. هذا نفهم كل إشارة أن إذا هناك سواء مؤسسات عبرة باسم المؤسسات الإنسانية أو حقوق الإنسان أو مؤسسات أخرى، إن أيضهم يتحركون ويرون حسب المصالح مصالحهم. فهذا خاصة أنا أن أعتقد هذا المصالح أيضا صحيح. تحرك منظمات حقوق الإنسان، والتي دايما تدعي يعني بعض المنظمات بأنها يعني الأهداف الإنسانية هي الأسمى والمبادئ، ولكن أيضا هي تعرف جيدا لغة المصالح. السيد فايق ديلو حدثتنا عبر سكايب من برلين، المحلل السياسي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات.